طيب لو تسمح لي أستاذ عبد الحليم، ألا تعتقد أنه من مظاهر السيطرة، حضرتك بتتكلم أنه بترى يعني أنه هناك مازال درجة عالية من السيطرة والتحكم في يد حزب الله، أليس من مظاهر هذه السيطرة العسكرية هل نقدر نقول أنه من المفترض أنه من مظاهر هذه السيطرة أنه يعني تكون هناك سيطرة أيضا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على الداخل اللبناني؟ ويعني وده الحقيقة مش ظاهر ميدانيا، لأنه ميدانيا نتحدث أنه هجمات إسرائيل على لبنان تزداد شراسة يوم بعد يوم. جميل، تتم هذه الهجمات بسلاح الجو. لا يملك حزب الله بالبداهة سلاحا جويا، ليس لديه طائرات ولا 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 ولا، وهذا أمر كان قائما في طول المعارك والحروب التي دارت سواء في اتجاه لبنان 2006 أو في اتجاه غزة إلى اليوم. اثنين، حزب الله لا يملك إلا بصورة محدودة جدا وسائل دفاع جوي، يعني في تابعة الأخبار الكلام عن مطاردة طائرتين في الجنوب أو بتاع وإرغامهما على العودة من حيث أتيتا هذا كله. فأنت ما عندكش وسائل دفاع جوي ولا عندك سلاح جوي، وفي فوارق تكنولوجية، وفي أيضا خروق أمنية واضحة أسهبنا في شرحها من أول طهران حتى لبنان. هذا هو المشهد الذي كان يفترض العدو الإسرائيلي أنه يفكك به حزب الله خلال أسبوع. ماذا يملك حزب الله؟ يملك قدرات صاروخية وشبكة أنفاق، ويملك أيضا قدرات في الطائرات المسيرة. هذه الأسلحة متفاوتة التأثير. بمعنى إيه؟ بمعنى في صواريخ، يعني نلاحظ مثلا أنه استخدم الكاتيوشا لوقت طويل جدا خلال 11 شهرا الماضي، وده أضعف الأسلحة. اثنين، فلق واحد وفلق اثنين استخدمها. ثلاثة، استخدم فادي واحد وفادي اثنين وفادي ثلاثة. أربعة، استخدم القادر واحد اللي هو الصاروخ الباليستي. كل هذه الصواريخ حتى اليوم لا تعد من الصواريخ الدقيقة أو الموجهة بدقة، بيسموها صواريخ مساحية. بمعنى إيه؟ أنها بتضرب على مساحة واسعة، مش بدقة، مش نقطية، لا تضرب النقطة الموجهة إليه. طيب، الذي يلاحظ تتابع الحوادث يلحظ أن حزب الله يستخدم بطريقة متدرجة جدا تصاعدية الطابع ما يملكه من صواريخ. طب ليه ما يوفر الصواريخ الأكثر تأثيرا والأكثر تدميرا؟ يوفرها للحظة حسم واحتدام للنزاع هجوم قادمة. بري قادمة هجوم بري لو حدث هجوم بري، حزب الله يتمنى أن تدخل إسرائيل بغزو بري. طب هنا سؤال معلش عن الهجوم البري، حضرتك ذكرت منذ قليل أنه لو حدث هجوم بري من القوات الإسرائيلية هنا تبدأ الحرب الحقيقية. لماذا تبدأ الحرب الحقيقية؟ ببساطة لأنه إسرائيل طالبة إيه؟ إسرائيل بتقول أنا عاوز أعيد سكان الشمال. طيب، عشان أعيد سكان الشمال أنا المفروض أرجع قوات حزب الله إلى شمال الليطاني، وشمال الليطاني ده على أبعاد مختلفة، أقلها 10 كيلومتر من الحدود الخط الأزرق. طيب، كيف يمكن دفعها؟ هل يمكن دفعها بشوية غارات؟ في النهاية الغارات وضحايا الغارات في غالبهم من المدنيين ومن الأبرياء ومن النساء ومن الأطفال. أليس هناك شهداء من حزب الله؟ لا طبعا، هناك مئات الشهداء خلال 11 شهرا الماضي. هو من هنا الصيحات في إسرائيل من أول تصريحات رئيس الأركان لتلميحات نتنياهو لكل القادة الذين في إطار اللعبة الإسرائيلية أبدوا اعتراضا على فكرة وقف إطلاق النار زي سموتريتش وزي بن جفير، كلهم يستعجلون الغزو البري بدعوة القضاء على حزب الله. قبل أيام صدر تصريح عن مسؤول سياسي، وهذا تعبير يستخدم في إسرائيل، مصدر سياسي على أنه مكتب نتنياهو، إن احنا دمرنا نصف القوة الصاروخية لحزب الله. في اليوم التالي عاد رئيس الأركان وعاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاجاري ليقول هذا ليس
صحيحا، افترض أنه صحيح، لا توجد معلومات منشورة من حزب الله عما يملكه. هو لا يتحدث عما يملكه، إسرائيل هي التي تتحدث عما يملك حزب الله. فلو أنت بتقول يا إسرائيل إن عنده 150 ألف صاروخ، لو 50% بقينا 75 ألف، فأنت عندك مشكلة كبيرة جدا. فهنا حزب الله لا يريد أن يبدو كأنه بادر إلى حرب، وإسرائيل الآن في موقف العدوان وفي موقف بداية الحرب. إذا قررت إسرائيل عبور خط الحدود سوف يكون عدوانا بريا، اجتياحا بريا مضافا للاجتياح الجوي، وهنا تتوفر له المشروعية الكاملة الداخلية بالأساس في لبنان للدفاع عن الأرض اللبنانية. طيب أخيرا في هذا ملف قبل الانتقال ملف آخر، أستاذ عبد الحليم بعد إذن حضرتك، ذكرت في بداية كلامك أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وليست في نواياها إيقاف هذه الحرب، وإنما هي يعني تعطي الغطاء لإسرائيل لكل ما تفعله سواء في غزة. لا ترغب، وإن رغبت لا تقدر. نعم. لأن تقدر. كما قلنا من قبل في هذه الشهور حتى توليت أو تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد أو الرئيسة، نتنياهو هو الآمر الناهي في البيت الأبيض. طيب حضرتك ذكرت فعلا ده أكثر من مرة. طيب إذا ماذا عن الأخبار التي جاءت مؤخرا اليوم والأمس تتحدث عن إعداد مشروع قرار من الكونغرس الأمريكي لمنع بيع أسلحة هجومية إلى إسرائيل؟ هل هذا المشروع هو ما زال مشروع؟ هل هذا المشروع إذا ما تم تنفيذه والموافقة عليه والإجماع وتنفيذه، هل يمكن أن يغير من الموقف على الأرض قليلا؟ هذا المشروع من بيرني ساندرز، لابد أن نعرف مين اللي بيقدم المشروع. صحيح. وهو لن يقبل، لأنه أغلبية الكونغرس كما رأينا في السيرك الذي ذهب إليه نتنياهو لا تكاد تتوقف عن التصفيق لنتنياهو. فيعني ده تصرف من شخص معارض بيرني ساندرز من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وهو رفض حضور لقاء نتنياهو في الكونغرس، وحتى قبل 7 أكتوبر 2023 كان معارضا على طول الخط الإسرائيلي رغم كونه يهودي.